هناك الكثير من الأماكن والعجائب الطبيعية شديدة الجمال التي يحب الناس زيارتها ويتمنون العيش فيها، لكن العالم يحتوي أيضا على بعض الأماكن المتطرفة في درجات الحرارة حيث تستحيل الحياة، وأماكن أخرى متطرفة من حيث المساحة أو العمق. نقدم لكم اليوم أكثر الأماكن تطرفا في هذا العالم. محطة فوستوك. تم بناء قاعدة الأبحاث الروسية محطة فوستوك عام 1957 على بعد 1300 كيلومتر من القطب الجنوبي وعلى ارتفاع 3450 مترا فوق سطح البحر في منطقة تعرف بالقطب. وشهدت هذه المنطقة درجات حرارة قاسية على مر السنين، حيث وصلت درجة الحرارة في يوليو عام 1983 إلى 89.2 درجة تحت الصفر، وتعد هذه الدرجة أبرد درجة حرارة مسجلة في تاريخ الأرض، مما جعل محطة فوستوك أبرد مكان معروف على وجه الأرض. وتمتلك المحطة بعض الأرقام القياسية الأخرى في درجات الحرارة المتطرفة، حيث بلغت أبرد رياح باردة 124 درجة مئوية تحت الصفر، وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في المحطة هي 14 درجة مئوية تحت الصفر، ويجعل هذا الطقس العيش في المكان مستحيل تقريبا، لدرجة أن المحطة تقلل عدد باحثيها من 25 إلى 13 فقط خلال فصل الشتاء. وادي الموت. يتمتع الوادي الذي يقع في كاليفورنيا بدرجات حرارة عالية، وتسبب هذا الطقس على مر السنين في عدد من الوفيات، من ضمنهم اثنين من السياح الهولنديين الذين تركوا سياراتهم عندما تعطلت في طريق ترابي في الوادي، وتم العثور عليهم موتى بعد 7 ساعات نتيجة ضربة شمس. وسجل هذا المكان درجة حرارة تاريخية في يوليو 1913 حين وصلت درجة الحرارة إلى 57 درجة مئوية، لتصبح بذلك من أعلى درجات الحرارة الموثقة في التاريخ. وكانت قد سجلت مدينة العزيزية في ليبيا درجة حرارة تبلغ 58 درجة مئوية في عام 1922، لكن هذا القياس أصبح غير معترف به مؤخرا بسبب إجراء غير صحيح تم خلال عملية القياس. ويمتلك وادي الموت أيضا أعلى درجة تم تسجيلها لحرارة الأرض التي تبلغ 94 درجة مئوية عند قياسها في 15 من يوليو 1972. الفاتيكان. تعد دولة مدينة الفاتيكان المستقلة التي تقع في قلب روما بإيطاليا أصغر دولة في العالم من حيث مساحتها التي تبلغ أقل من نصف كيلومتر مربع، ومن حيث عدد سكانها الذي يبلغ حوالي 940 نسمة فقط. خندق ماريانا. بالرغم من أن المحيطات تحتل 71% من مساحة الأرض، إلا أن معظم هذه المساحة لم يتم استكشافها بدقة، ومن ضمن المناطق التي استكشفها الإنسان بالمحيطات خندق ماريانا الذي يعد أعمق نقطة معروفة على سطح الكرة الأرضية، حيث يبلغ عمقه 11 كيلومتر تحت سطح البحر، وهذا يعني أن عمقه أكبر من ارتفاع قمة جبل إيفرست. وتقع هذه المنطقة التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 1875 بغرب المحيط الهادي، لكنه لم يتم الوصول إلى قاعها إلا في عام 1960 عن طريق بعثة مأهولة. جزر تريستان. تقع جزر تريستان في جنوب المحيط الأطلسي، وتعتبر أن الأماكن المأهولة في العالم، حيث يفصلها 1200 ميل عن أقرب منطقة مسكونة و1500 ميل عن أقرب قارة. وتم اكتشاف هذه الجزيرة في عام 1810 من قبل بحار أمريكي اسمه جون لامبرت، إلا أنه تم ضمها إلى المملكة المتحدة في عام 1816، ولا تزال الجزر مستعمرة بريطانية إلى يومنا هذا، ويبلغ عدد سكان تريستان 262 شخصا يعيشون كلهم إلى حد كبير حياة مستقلة عن الموارد الخارجية، حيث يقومون بزراعة طعامهم وتأتي الكهرباء الخاصة بهم من عدة مولدات محلية. غوام. تقع جزيرة غوام الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، وفي عام 1950 جاءت ثعابين الأشجار البنية إلى الجزيرة لأول مرة خلسة على متن السفن الأسترالية، واستطاعت الازدهار في هذه البيئة بشكل كبير، لدرجة أن غوام تحمل الآن الرقم القياسي العالمي غير المرغوب فيه لأعلى كثافة من الثعابين في العالم بعدد يتراوح من مليون إلى مليوني ثعبان، وأصبح عدد الثعابين يفوق عدد السكان بنسبة 10 إلى 1، كما أن بعض المناطق تحتوي على 13,000 ثعبان لكل ميل مربع. وتتسبب هذه الثعابين بضرر كبير للغاية، حيث تأكل الحيوانات الأليفة وتؤدي إلى انقطاع تيار الكهرباء باستمرار، كما أنها المسؤولة عن انقراض 10 أنواع من أصل 12 من طيور الغابة الوطنية. وجربت الحكومة كل شيء من أجل محاولة توقيف هذه الثعابين، حتى أنها الآن تقوم بإسقاط الفئران المسممة من طائرات الهليكوبتر.
مدينة أليرت باي تقع المدينة الكندية في أقصى شمال العالم على بعد 500 ميل فقط من القطب الشمالي وعلى ارتفاع 30 مترا من سطح البحر، ويبلغ عدد سكان هذه المدينة 62 فردا فقط يعيشون في ظروف جوية صعبة، حيث تغطي الثلوج المنطقة لمدة 10 أشهر من السنة، والشهر الأكثر دفئا هو يوليو مع متوسط درجة حرارة يبلغ 3 درجات مئوية، كما أن الشمس لا تظهر إطلاقا من أكتوبر إلى فبراير، ويقع أقرب مكان مأهول على بعد 360 ميل، ومن الممكن دخول المدينة فقط عن طريق الطائرة. كل هذه الظروف تجعل السكان الذين يتكون معظمهم من الجنود والباحثين في حالة تأهب طوال العام.